حسين عم بيتابع الاطباق وبعض في اشياء عم تنقلا وفي اشياء لا، وبعد شوي رح نروح لعنده، بس خلينا نحن وياكم دغري نروح لحتى نشوف وين صار باطباقه الطيبه ورشه ملح. صباح الخير من جديد لكل المشاهدين. صار في عندي زبده، صار في عندي طحين، طبعا عم نحضر الرو الابيض. هلا صار الوقت لنضيف الحليب فوق الزبده وفوق الطحين. طبعا برجع بذكر المشاهدين عم نحضر صلصه البشاميل، لكن ضفنا الحليب فوق خليط الزبده فوق خليط الطحين وناطرين لحتى يصير في عندي صلصه متماسكه. بعد ما نحصل على صلصه متماسكه راح نحضر هيدا الطبق الرئيسي لحلقتنا لكن لليوم. بنضيف رشه ملح مع رشه جوزة الطيب، ايضا في عندي من الفلفل الاسود، ناخذ نكهه كثير طيبه. لكن خلينا نشوف هون شو صار في عنا بالكريات الجبنه. سكبتهم انا بهالشكل. صار في عندي وصفتين جاهزين لحلقتنا لليوم. اوكي، هول وصفتين صاروا جاهزين عنا. بضل في عندي كمان سلطه سموكت سالمون. رح نحضر انا وياكم سلطه سموكت سالمون بهالوقت لحتى كانت عندي صلصه البشاميل صارت جاهزه. طيب بالنسبه للسلطه رح نجيب جاط، رح حطهم، رح اسكب بهيدا الجاط الغميق. اوكي، رح اجيب البيبي روكا، رح ضيف بيبي روكا بهيدا الجاط بهالشكل، طبعا بعد ما نكون مغسلينهم. وايضا رح جيب كمان، بنحط شوي الخس الملون بيعطي لون حلو بهالشكل. اوكي، نجيب بصل اخضر، رح ضيف البصل الاخضر و كمان. اوكي، عندي بصلات بهالشكل. نجيب ايضا الافوكا، الافوكا رح حاول نحط الافوكا كمان بهالشكل، نتركها كان مثل ما عم تشوفوا. رح جيب سموكت سالمون، هون نحنا ناطرين الصلصة. رح اخد سموكت سالمون حطهم على الوجه. اوكي، طبعا انتو فيكن تلفوها بالشكل اللي بدكن اياه، انا رح لفها بهالشكل. وكمان بدي اقطعها اثنين، لكن مشاهدينا عندي السموكت سالمون نوزعها بهالشكل. رح نضيف ايضا من برش الحامض مع عصير الحامض مع زيت الزيتون. طبعا المقادير اللي شفتوها على الشاشه فيها خردل، ففينا نضيف خردل لهالطبق. كمان نكرر العمليه هون تقريبا. فينا نحط معها ايضا ريديس كمان بهالشكل. انا بذكركم فينا نحط معها ايضا من الجوز، فينا نحط معها من الزبيب، فينا نحط معها من التوت البري، ما عندكم اي مشكله. اوكي، خليني اجي شوف شو صار في عندي بالصلصه. بعد الصلصه على النار عم تتماسك، بهالوقت انا راح جيب عندي من توت البري
كمان بنحط رشه توت بري مجفف بهالشكل. هيدا صحن سلطه السموكت سالمون صار جاهز، راح نضيف له بعد الصلصه. بس قبل ما نضيف الصلصه خلينا نشوف الرزات. هول الرزات جاهزين عنا، راح اجي ضيف الرز بالصينيه. هاي هيين وثلاثه كمان. لا في اشياء كثير، خلص ما بقى نحكم ننطر هونيك. وبما انه خلص القلي سو خلص يا ميت اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. هون عندنا الرز المسلوق، هيدا الطبق الرئيسي لحلقتنا لليوم. هيدا الرز المسلوق رح نضيف له صلصه البشاميل. رح نخلطهم مع صلصه البشاميل، صارت جاهزه عندي. اوكي. هون حدي بس تركها شوي. اوكي. تركينا شوي لحتى تتماسك. انا شو رح ضيف للصلصه؟ رح ضيف للصلصه عندي كريمه. رح اخذ كمان من كريمه الطبخ، لان انا خبرت المشاهدين طبعا هي القاعده تعرضها لصلصه البشاميل هي زبده مع طحين مع حليب سائل بالاضافه لجوزة الطيب لرشه ملح وفلفل اسود او فلفل ابيض. هلا طبعا فينا نحن نضيف لها، وانا بحب نضيف لها مرقه الدجاج، بتعطينا نكهه كثير طيبه اذا ضفنا مرقه الدجاج، وايضا اذا ضفنا كمان من الكريمه ايضا بناخذ نكهه. هيدي الكريم ايه ما ولا مره بتخسر. صح دائما ربحانه بكل شيء، دائما ربحانه. يلا حتى بالوزن ربحانه. لا ما في كريمه ما بتنصي يعني، بس انه اذا بدنا نحكي على الوزن. ايه اوكي، رح ياخذ شوي من هيدي الصلصه. اوكي. وضيفها فوق الرزات بهالشكل. رح اخلطها مع الرز، ونخلط الرز مع الصلصه مثل ما عم بتشوفي. شو حلوه ريحتهم. صح. اوكي. كمان بنرجع بناخذ كميه الباقيه من الرز، وايضا رح نرجع نخلطها. خليني اقول لك شغله. قول. بالنسبه للرز نحن كثير ستات بيوت بيسالوني عشان الرز لحتى ما يخبص. ليكي انا كيف بعمل الرز؟ انا بحط لكل كبايه من الرز الهندي. الرز الهندي ما بنقعه، بس بغسله. صح. وبحطه على النار، اوكي؟ لكل كبايه من الرز الهندي بحط له كبايه ونص من المي. اوكي. اوكي؟ واللي ما بده يعير يحط غمره الرزات. الغمرة بس يشوف الرز انه وصلت المي، بعد فوق الرزات بهالقد تقريبا بحطوا مي او مرقة دجاج او مرقة لحمة او حيالله نوع، مثل ما هالقد مثل ما عم نشوف. بس اوكي عم نشوفها على الكاميرا. 2 سم. طيب فبنحط احنا المي، بعد ما نحط المي بتغلي، بعد ما يغلي الرز يغلي ويبلش المي تنشف منطفي تحت الرز ومنغطيه ولحاله بينبت. مزبوط. ما بدك اسهل يعني، ما بدها هالقد شغل او وقت، وما انا صعب كثير. هول الرزات شو رح نعمل هلا؟ بدنا نكبسهم. قبل ما نكبسهم بدك ترجع تحط صوص بعد؟ نرجع نحط صلصه. اوكي. كمان نخلطهم مع الصلصه بهالشكل. نخلطهم. اوكي. اوكي. وهلا اذا بدك نكبسهم بهالشكل. كمان بعد ما خلصوا بعد في لهم شغل. يلا. هيك لهم شيء بعد لهم. اوكي. في عندي اللحمه مع البصل مع الجزر، كمان رح نحطهم على الوجه. اوكي. اوكي. بهالشكل. رح جيب كمان الصلصة. اخذ ايضا. شو بعد ناقصهم؟ ماجد دغري حر لإله سبيسيال. حط له صحن لإله سبيسيال في حر. شو رأيك؟ صحن بس حر. هو بضل عنده مشكلة. عنده مشكلة. يلا. يلا. وهيدي الجبنة.
وهلا صار الوقت لنفوتهم على الفرن. على الفرن يلا. ها لتدوب الجبنه نرجع منشيلهم من الفرن. اوكي. ومنقدم هيدا الطبق. اوكي. هيدا كان غيدا بالنسبه للطبق الرئيسي لحلقتنا لليوم. عندنا الغاز كله مطفي تحته. هول وصفاتنا، ثلاث وصفات صاروا جاهزين. اما هلا طبعا انا وياكي بدنا نجاوب المشاهدين بالنسبه على الاسئله. على الاسئله يلا. سؤال عن البسطرمه، كيف بنقدر نحن نقدم البسطرمه؟ طبعا البسطرمه كصحن يعني كيف بدنا نقدمه؟ بنقدمه مع توم، نقدمه مع زيت الزيتون، فينا نقدمه مع البندوره، فينا نقدمه مع صلصه البيستو او الحبق. تمام. بس طبعا هو اطيب شيء البسطرمه يتقدم بقلب ساندويتش، هيك نحن نحط بسطرمه بخبزه باجيت مع خردل مع مايونيز مع كبيس مع بندوره وايضا خس، هيدا اطيب شيء. واللي بحب الركه في حط بسطرمه مع ركه مع خردل كمان بس. بس. هيدا أوكي. بالنسبه للبسطرمه. طيب هلا شو رح نعمل؟ رح نجي نحضر عندي الصوص تبع السلاد. صح. رح جيب برش حامض. يلا عنا اخر دقيقتين. اوكي. ورح حط ايضا بس الحامضه مش رح كبها، لان بدي اعصر لها حامض. اكيد. ورح حط زيت الزيتون كمان بهالشكل. رح جيب الحامض. هلا طبعا فينا نضيف كمان خردل. لان المقادير اللي مرقوا على الشاشه فيهم خردل. صحيح. اوكي. ورح نجيب، بتحبي خل التفاح؟ ايه. اوكي. بنحط كمان خل التفاح. اوكي. اوكي، هيدي هي الصلصة صارت جاهزة عنا، لكن غيدا أنا بهالوقت برجع بذكر كل المشاهدين بالنسبة للتشيز كيك اللي حضرناه بأول فقرة، من فقرات رشة ملح. أول شيء جبنا البسكوي، خلطنا البسكوي مع الزبدة، جبنا قالب، حطينا القالب وحطينا البسكوي داير بتندار القالب وبكعب القالب. اما الحشوه اللي هي بالداخل حطينا نحن بالخلاط الكهربائي، حطينا كريمه، حطينا جبنه مرهميه، حطينا سكر، حطينا بيض، وايضا حطينا من الفانيل. كلهم خلطناهم مع بعض وسكبتهم بالنص وفوتهم على الفرن على حراره 170 مده 25 دقيقه. هون مثل ما عم نشوف هيدي الصلصه، صلصة زنجبيل، وايضا في عندي زنجبيل هون حاطط مربى على الوجه، فيكم تقدموها انتم مع حيلا نوع من انواع المربى، ما عندنا اي مشكلة. هيدي البطاطا، سلقنا البطاطا، كمان حطينا مع البطاطا ملح، فلفل اسود، جبنة تشيدر مبروشة، بس انتم مثل ما خبرتكم فيكم تحطوا ايضا من الاعشاب الايطالية، الاعشاب المجففة، الاوريجانو، الزعتر، كل هيدي بتعطينا نكهات كثير طيبة. عملناهم بشكل بول، وايضا لتيناهم بالبيض، رجعنا بالسميد، طبعا السميد انا خلطته مع الكعك المطحون وقدمتهم بهالشكل هيدا. انتم فيكم تقدموهم بالشكل اللي بدكم اياه. صحيح. وايضا السلطه مثل ما شفتي حطينا بيبي. خلصت السلطة وخلص الوقت حسون. خلص الوقت. بنظهر دغري بس لحتى يشوفوها. خلينا نشوف هون، واذا بدنا نحن نفتحها الصينيه بهالشكل. بدك اوكي. لا لا لحظه. خلص. لا لحظه لحظه، هيدا الصحن بنلحق، ما بنلحق بنلحق. هيدا الصحن. حتى هاي الصحن بدك واحدة كبيرة. لا ما هيدا الصحن. حد انا لقيت الصحن. ايه هي عم بقول انا وين الصحن. اوكي. لا بدها تفرط تصير. اوكي. طيب هاد اللي ما بيأثر. خلص وقتنا ما هيك؟ ايه. طيب خلص وقتنا، ما بقى رح نلحق بدنا نقلبها. يلا يلا بودع نحن المشاهدين. خلص ما رح. لانك اصريت تفتحها، حس انه الوقت عم يركض. بعدها سخنه كثير. ايه ونحن كان لازم نفرجيها للمشاهدين. وخليني لك شغله قبل ما يخلص وقت. يلا وقتنا عم يخلص. نحن انا بحب اعيد هيك كثير للمشاهدين بس لحتى افسلهم بالضبط نحن شو حطينا وشو وضحنا. اوكي. اوكي؟ يعطيك الف عافيه حسون، بشوفك بكره نحن ان شاء الله. أكيد. بعالم صباح. أكيد. انا برجع بلاقيكم اكيد بعدين بعالم صباح. انتبهوا على حالكم، سوقوا على مهلكم، واكيد وين ما كنتوا عم تتابعونا بقيه نهار كثير حلو لكم. غيدة مجذوب انا بودعكم وبرجع بشوفكم بعالم الصباح. باي باي.